اجتماعات ومحادثات تعقد في الآونة الأخيرة بوساطة روسية بين الإدارة الذاتية الديمقراطية ودمشق سعياً للوصول إلى أرضية مشتركة وفتح آفاق جديدة بين الطرفين. طبعاً نحن كإدارة ذاتية في الشمال وشرق سوريا قدمنا خارطة الطريق للوزارة الخارجية الروسية. وبهذا الصدد قال مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية بدران تشياكورد لوكالة رويترز إن الإدارة تسعى إلى اتفاق سياسي مع دمشق بوساطة روسية بغض النظر عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة. وأضاف بدران تشياكورد أن الإدارة الذاتية التي تسيطر على معظم مناطق شمال سوريا عرضت خارطة طريق للاتفاق مع دمشق خلال اجتماعات جرت بالآونة الأخيرة في روسيا منتظرة الرد. والأهداف الرئيسية لخارطة الطريق هي حماية الحدود من تركيا وإيجاد وسيلة لدمج الكيانات الحاكمة في شمال سوريا في الدستور وضمان التوزيع العادل للموارد في شمال وشرق البلاد. وأكد تشياكورد أن هذا الحوار سيستمر مع بذل كل الجهود في هذا الاتجاه مشددا على رفضه القاطع لما تحاول جهات في دمشق فعله من تجاهل التغييرات السياسية وإنكار ما تم اكتسابه في مناطق الشمال السوري وإعادته إلى سيطرتهم كما فعلوا في مناطق أخرى. فيما شدد بدران تشياكورد على أن ضرورة دخول دمشق في حوار جاد باتت أكثر إلحاحا الآن من أي وقت مضى. ورحب تشياكورد بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين قال إن سحب قوات بلاده من سوريا سيجري بوتيرة منخفضة وإن واشنطن تريد حماية أكراد سوريا، مشددا على أن واشنطن لم تناقش الموضوع مع حلفائها في سوريا الذين فاجأهم القرار الأمريكي بالانسحاب.